بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرقة الثالثة علوم حاسب، أتمنى يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله أقابلكم في المحاضرة رقم 6 أونلاين من مادة الكمبيوتر ايد الدروينج. والنهاردة هناخد كده ايه ريفيو كده كإكزامبل أو مسألة كده تضم أجزاء مختلفة من المنهج. فعندنا النهاردة إزاي إن أنا السؤال الأولاني بيضمن لنا اخر محاضرة احنا خدناها مع الاجزاء اللي احنا خدناها قبل كده. فاحنا السؤال بيقول لك create GUI for plotting the following function from x بتساوي 0 to 10. يبقى انا دلوقتي عاوز ان انا اعمل plotting للfunctions دي عند x بنساوي 0 لغاية 10، وكل والرسومات دي هعملها فين؟ في GUI. يبقى انا كده ربطت ما بين الاثنين، هعمل هرسم وهرسم الكلام ده فين باستخدام ايه؟ ان انا هعرضه في graphical user interface. و each of your plot should include a title and x axis و y axis label. يبقى انا دلوقتي برضو شرط عليك ان انت لازم يكون في title لكل رسمة من الرسومات دي، وال x axis يكون له اسم وال y axis يكون له اسم. فانا دلوقتي ازاي افكر اصلا في المسألة زي كده؟ احنا طبعا كل واحدة من دول دي function وعرفنا ازاي ان احنا نرسمها بالماتلاب بمنتهى السهولة، ما فيهاش اي مشكلة. لكن احنا عاوزين نوظف الكلام ده كله، قلنا في ايه؟ في GUI. هبدأ اعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجة تفكيري ان انا هبني ازاي GUI. هبني عن طريق ان انا هبني 3 push button. 3 push button ليه؟ لان انا عندي 3 function، كل push button من دول هيبدا ان هو يعمل لي او ينفذ لي رسمه من الرسومات اللي فاتت دي. طيب دي اول خطوه. تاني خطوه هبدا ان انا اعمل ايه؟ احدد المكان اللي هيظهر فيه الرسم، اللي هو زي ما احنا شايفين كده حددت المكان ده. طب ده الكلام ده هعمله ازاي؟ ان انا بختار الامر اللي هو button اللي عن طريقه بختار push button، يعني اللي بختار وهختاره 3 مرات عشان كل واحده من دي تنفذ لي حاجه او تنفذ لي رسمه من الرسومات اللي احنا خدناها اللي موجوده عندنا يعني في المثال. وعندك التول دي اللي هي بتاعه الاكسس اللي هي بتحجز لي مكان في الفورم هقدر ان انا احط فيه رسم. فدي طبعا اول حاجه بالنسبه لك المفروض ان انت تفكر فيها. طيب نبدا نشوف كده كمان. طيب هبرمج ازاي؟ يعني انا هخلي الكلام ده يتكتب جواه يعني، او هخلي الزرار ده ازاي ان هو يعرض الرسمه بتاعه الاكسبوننشال وده يعرض الساين وهكذا. فده قلنا طبعا بعد ما بتعمل سيف، والكلام ده هناخده برضو عملي دلوقتي، المفروض ان انت تقدر تكتب الكود في كل بوتون من البوتونز دي ازاي في المكان المحدد ليها. يعني ده انا طبعا سميت كل بوتون من البوتونز دي بالاسم، لو درو 1 ودرو 2 ودرو 3. درو 1 بيرسم الفانكشن الاولانيه، درو 2 بيرسم الفانكشن الثانيه، درو 3 بيرسم الفانكشن الثالثه. فهبدا انا في المكان المخصص لبرمجه البوتون ده اللي موجوده فين في الام فايل بتاعك، هتبدا ان انت تكتب الاوامر اللي عن طريقها هتقدر ان انت تعمل ايه؟ ترسم الرسمه دي. الرسمه اللي هي ايه؟ اول رسمه عندك اللي هي دي واي بتساوي اي اس اكس، وعندك الاكس من كام لكام؟ من 0 الى 10. فهلاقي ان انا اول امر لازم اعرف له الاكس، هقول له الاكس دي عباره عن ايه؟ من 0 ل 10، من 0 لا الى 1 الى 10. حطيت 1 في النص يعني الستيب بتاعتي بواحد، يبقى هيبقى عندي عند 0 و1 و2 و3 و4 لغايه 10. واقول له واي هي عباره عن اي اس اكس. طب ازاي افهم الماتلاب الفانكشن اللي هي اي اس اكس؟ بكتبها في كلمه اكس اي اكس بي او اختصار لكلمه اكسبوننشال، وافتح قوس واكتب اكس. يبقى هو عند كل قيمه من القيم دي هيبدا يحسب واي ليها اللي هي بتمثل ايه؟ الاكسبوننشال بتاع القيمه نفسها. طيب وبعد كده اروح قايل له بمنتهى السهوله بلوت اكس واي، هو كده المفروض هيطلع لي الرسمه دي. الرسمه دي مواصفاتها ايه؟ عندك اهو الاكس من 0 لغايه 10، وعند كل نقطه من دي بدا من 0 لغايه 10 بدا يحسب قيمه واي. لكن احنا اتفقنا ان انا عايزه ارسم للرسم او اعمل للرسمه تايتل، فانا هكتب الامر بتاع تايتل اللي هو ايه؟ تايتل، وافتح قوس كده واكتب كلمه اكسبوننشال، فبالتالي كتبت كلمه ايه؟ اكسبوننشال فوق. تمام، يبقى تايتل فعلا كده لما عملت الامر تايتل ده فعلا كتب لي الكلمه اللي انا كاتباها ما بين الكوتيشن دي مكتوبه فوق. طب ايه كمان؟ انا عايزه اقول الامر اللي يخلي الاكس ده انا هسميه اكس، والامر ده والاكس ده سميه واي. فبالتالي اكس ليبل اكس معناها ان انا ايه؟ بين دبل كوتيشن كده اكس، معناها ان انا سميه لي الاكس اكس سميه اكس. ففعلا اهو مكتوب عليه كلمه اكس، لكن لو ما كنتش كتبتها ما كانش هيتكتب عليه حاجه، كان هيبقى فاضي. والواي اكس هي طبعا هي بس مش باينه في الرسم، لكن حابين دلوقتي لما نشتغل عملي ان الواي برده خدت الايه؟ الاسم المفروض اللي هو ايه؟ واي.
ده بالنسبة لأول بوتن عندك. طيب نيجي نشوف البوتن التاني. البوتن التاني بدأت ان انا ابرمج عشان ارسم الفانكشن التانية. الفانكشن التانية اللي هي كانت ايه؟ ساين اكس، عند نفس الانبوت عند نفس الانبوت. طب هكتبها فين؟ في المكان المخصص لبرمجة مين؟ درو اتنين او البوتن ده. فهبدأ اكتب ان اكس من 0 1 الى 10. دي طبعا الامر ده خلاص متفقين عليه ان هو بيعمل لي قيم من 0 ل 10 بستيب واحد، واقول له واي بتساوي ساين اوف اكس، وبعد كده اقول له بلوت اكس واي. يبقى انا دلوقتي كده هعمل ايه؟ هيبدا يرسم لي اكس اللي هي من 0 لغايه 10، ويحسب لها من 0 ل 10 كل مره قيمه الواي اللي هي ساين اكس، ويرسم لي الاثنين دول مع بعض. طيب نفس الكلام التايتل، انا عايزه اكتب والله كلمه ساين ويف، هكتب الامر تايتل هو اللي بيعمل لي ايه؟ ساين ويف. وبالتالي كتبت هنا ايه؟ ساين ويف. طب اكس ليبل وما بين كوتيشن كده اكس معناه ايه برضو؟ معناه ان انا الاكس ده كله اسمه المسمى بتاعه هحطه باكس، والواي اكس هيبقى بواي عن طريق الامر اكس ليبل وواي ليبل. بالنسبه للامر الثالث اللي هو او للبوتون الثالث اللي هو اللي انا مسميه دروسري، هبدا ان انا انفذ نفس الكلام. انا عايز اعمل ايه؟ الفانكشن اللي هي 5 اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 4. طيب هعملها ازاي؟ برضو الانبوت ثابت 0 نقطتين 1 نقطتين 10، يعني هي زي ما اتفقنا عليه. نيجي نشوف واي بقى. وعشان اكتب الايكويشن قلنا في شويه حاجات كده، عشان اكتب الايكويشن صح لازم اكتب الاوبريشن صح. اتفقنا ان انا عشان افهم الضرب المفروض اول واحده 5 اكس تربيع، فعشان افهم الضرب صح هعمل اولا بعمل دوت برودكت اللي هي element by element، فانا بس مع الكونستانت مش هتفرق، لكن احنا برضو عاملين يعني 5 وبعد كده اكتب دوت واعمل علامه ستار اكس. معناها ايه؟ ان انا كده 5 اكس. طب الاكس دي المفروض تربيع، طب الاكس دي اصلا قيم كتيره جدا، طب انا ازاي افهم ازاي هربع القيم دي كلها؟ فقال لك لا، ده انت هتعمل الدوت برودكت او الدوت ان انت يعني هتعمله element by element بالظبط كده، فلازم احط دوت قبل علامه دي، طبعا علامه الاس في الماتلاب خلاص العلامه دي، فبالتالي بروح عامله دوت وعامله علامه الاس 2، يبقى ده معناه ايه؟ اكس تربيع زائد 2 دوت وعملت برضه ستار اكس، يعني معناها 2 اكس زائد 4. يبقى الهدف من المساله دي ايه؟ ان انت تعرف تكتب الايكويشن صح، ودي حاجه مهمه جدا ان انت ازاي تقدر تفهم تكتب الايكويشن صح. وبعد كده بلوت اكس واي، واكتب ابدا اقول له بقى التايتل فانكشن، انا عايزه اسمي الرسمه دي اسمها ايه؟ اسمها فانكشن. وبرده الاكس ليبل والواي ليبل زي ما احنا متفقين عليها. يبقى احنا كده بالتالي، وده طبعا هيكون فين؟ في برمجه البوتون الثالث اللي هو اسمه دروسري. بكده احنا ايه؟ نكون ايه؟ عملنا او رسمنا الثلاث اوامر، ومش رسمناها وبس، لا احنا عملناها كمان بانترفيس كويس اللي هو باستخدام الجي يو اي. نبدا بقى ندخل في الجزء العملي ان احنا نطبق الكلام ده برده مع بعض كده عملي، عشان ايه تستوعبوا يعني الموضوع ازاي، ونبدا نفتح الماتلاب ونشوف ازاي ان انا هطبق الكلام ده. هبدا دلوقتي انا فتحت الماتلاب، هبدا ان انا انفذ ايه الحاجات اللي احنا عملناها دي عشان اعمل المثال اللي احنا ايه واخدينه النهارده. فاول خطوه عشان ابني الجي يو اي هكتب كلمه جايد انتر. مجرد ما بكتب الامر ده بيبدا ان هو يفتح لي النافذه دي، وبيبقى الديفولت بتاعك مكتوب هنا طبعا عند كرييت نيو جي يو اي، بختار بلانك جي يو اي زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ازاي بنفذ الكلام ده، واقول له اوكي. وانس ان انا قلت له تمام هيبدا ان هو يفتح لي جي يو اي فاضي ما فيهوش اي حاجه، لسه ما نفذناش فيه اي حاجه. هبدا ان انا اعمل الكلام اللي احنا اتفقنا عليه، استخدم 3 بوش بوتون، اضغط كده واعمل 3 بوش بوتون عشان ينفذوا لي الثلاث رسومات اللي احنا اتفقنا عليهم، وكمان في نفس الوقت اختار اكس عشان هبدا ارسم فيه الرسمه بتاعتك اللي انت المفروض هتنفذها دلوقتي. طيب يبقى انا كده خلصت الجزء ده اللي هو ايه؟ الديزاين. ابدا اظبط البروبرتيز بتاعت كل حاجه. اتفقنا انا عايزه اسمي كل بوتون من دول باسم، فلو جينا هنا كده على البوتون ده وعملت دبل كليك عليه هيبدا يظهر لي النافذه اللي هي دي، ابدا ان انا منها قلنا بغير في الايه؟ في السترنج والتاج. فالسترنج عندك انا هسميه draw 1،
وبالمثل برضو التاج هسميه نفس الكلام عشان في البرمجة يطلع زي الليبل اللي بره بالظبط draw one. يبقى كده تمام. اجي على البوش بوتن التاني واغير فيه برضو نفس الحاجات اللي احنا خدناها هنا، اللي هو السترينج هخليه draw 2، واخلي برضو التاج نفس الكلام draw 2. ابدا اتكلم بقى على البوتون اللي بعد كده، ابدا برضو وانس ان انا بضغط عليه بيجيب القايمه بتاعته على طول، فاغير برضو السترينج اخليه draw 3 والتاج اخليه برضو draw 3. يبقى انا كده المفروض ان انا خلصت ال 3 بوتونز دول وخليت الانترفيس بتاعهم زي ما احنا شايفين كده. ابدأ الخطوة التالية ان انا لازم اعمل ايه؟ اعمل سيف للجي اي بتاعك ده. طيب هعمل له سيف از، طبعا انت بتختاره باي اسم انت عايزه، وليكن انا هسميه دي 2 مثلا. طبعا قلنا دوت اف اي جي، تمام. فبالتالي يبقى انا دلوقتي ايه، هو المفروض وانس ان انا اساسا عملت له سيف، هو بيسيف كام حاجه، بيسيف دي 2 ده في صوره فيجر، وكمان بدوت ام اللي هو الام فايل اللي انت هتفتحه وتبدا تبرمج جواه. نعمل سيف كده، هنلاقي ان هو ايه فعلا هيبدا ان هو يغير اولا يفتح لك دايركت الصفحه بتاعت مين، اللي هي الام فايل اللي هي دي 2 دوت ام. فتح لك الصفحه بتاعت ام فايل اللي هي بعمل فيها ايه، اللي هي ممكن احط فيها الكود بتاع كل بروجرام من البروجرام من كل فانكشن من الفانكشن اللي احنا عايزين، بجانب ان طبعا الانترفيس بتاعك ده بقى اسمه فوق كده مكتوب كلمه ايه دي 2. طيب انا بقى محتاجه ان انا ادخل هنا وابدا اكتب الاكواد بتاعتي. عندك مثلا بالنسبه للاول حاجه اللي هو الدرو 1 اللي هو البوتون الاولاني، احنا كنا مسمينه فعلا درو 1 في الجزء ده، هتلاقي في اخره كده اقدر اكتب الكود بتاعه، و عند درو 2 وهكذا. نبدا نكتب الجزء الخاص بدرو 1. فبالتالي يبقى انا كتبت هنا في الجزء ده خلاص الكلام او الكود اللي بيرسم الاكسبوننشال فانكشن اللي هي الواي بيساوي اي اس اكس، زي ما اتفقنا اهو اكس من 0 1 10 واي اي اكس بي اوف اكس بلوت اكس واي تايتل اكسبوننشال اكس ليبل اكس واي ليبل واي. يبقى كده اسم الاكس ليبل هيبقى اسمه اكس، والواي ليبل اسمه واي، والتايتل بتاعك اكسبوننشال. كده احنا كتبنا الكلام ده كله فين؟ في درو 1. ابدا انزل كده اشوف طب فين درو 2 اهو، والمكان اهو بيبقى فيه شويه كده كلام في اخر خالص التعريف بتاع اللي هو الباتون ده، ابدا ان انا اعمل ايه، او اللي هي المفروض طبعا بيبقى ده الفانكشن اللي بتنفذه يعني. ابدا ان انا اعمل ايه؟ ابدا اكتب هنا الاجزاء الخاصه بان انا اكتب او ارسم الفانكشن الثانيه اللي هي ساين اكس. ايه فبالتالي في الجزء ده انا بدات اكتب فعلا الايه الاوامر الخاصه بان انا ارسم الفانكشن اللي هي واي بتساوي ساين اكس زيها زي اللي فات بالظبط، مع اختلاف ان انا طبعا هنا غيرت التايتل خليته ساين ويف، انا عايزه اسمي البلوت ده اسمه كده، والفانكشن طبعا غيرتها بقت واي بتساوي ساين اوف اكس، لكن الاكس ثابته طبعا زي ما هي، زي ما احنا شايفين كده الاكس زي ما هي. ابدا اتكلم برضو على الفانكشن الاخيره اللي هي خاصه بدرو 3 اللي هو البوتون الثالث اللي انا كنت مسمياه درو 3. ابدا اكتب هنا في اخر هنا بعد ما كتب فانكشن والكلام ده، ابدا اكتب هنا الاوامر اللي المفروض عشان تنفذ لك الفانكشن الثالثه. هنيجي نشوف كده هنا، كتبت هنا الاوامر الخاصه بالبوتون الثالث اللي هو برضو نفس الكلام اكس تعرفها واي، بقى شايفين احنا كتبناها ازاي، كتبناها بالطريقة دي كده ان الواي بتساوي 5 دوت وستار اكس دوت، وعلامة العلامة دي اللي بتدل على اس 2 زائد 2 دوت واعمل ستار اكس زائد 4. فبالتالي يبقى دي كده اللي خاصة بالفانكشن التالتة عندك، ونفس الكلام بلوت اكس واي، والتايتل هي عبارة عن الايه، انا سميتها فانكشن، انا عايزة البلوت ده اسمه فانكشن، والاكس ليبل باكس والواي ليبل باكس. طبعا كنترول اس وسيفنج، بعد ما بتخلص الكلام ده كله لازم تعمل ايه كنترول اس ان انت بتسيف الكلام ده كله. فبالتالي يبقى انت كده في الام فايل خلصت برمجه للجي او اي بتاعتك. انت المفروض دلوقتي تنفذ تعمل ايه؟ طبعا طبعا خلاص اوكي احنا كده الجي او اي جاهز للرن، ابدا اعمل رن.
هيبدأ ان هو يفتح لي الانترفيس اللي هو بقى الايه اللي هو مش بيشوفه غير اللي بره، اليوزر بيشوف الكلام ده، وابدأ اضغط على اي بوتون من البوتونز دي عشان ابدأ انفذ كل امر من الاوامر اللي انا عايزاها. فلو ضغطت مثلا على الامر الاولاني هنلاقي ان هو رسم لي ايه، رسم لي الرسمه اللي هي بتاعه الاكسبوننشال، حط التايتل فعلا اكسبوننشال، حط الليبل بتاع الاكس اسمه اكس والليبل بتاع الواي اسمه واي. طيب ابدا اضغط كده على درو 2 هنلاقي ان هو ايه بدا فعلا يرسم الرسمه الثانيه اللي هي الساين ويف، والاكس ليبل اسمه اكس والواي ليبل اسمه واي. لو ضغطت على درو 3 هيبدا فعلا يرسم لي الرسمه الثالثه اللي هي عباره عن الفانكشن اللي هي كانت 5 اكس تربيع زائد 2 اكس تقريبا او كده، ويبدا ان هو رسمها بالصوره دي كده. وطبعا واضح ان الاكس موجوده منين لفين، من 0 الى 10، والواي بقى على حسب ما بكتب، وكاتب طبعا الاكس ليبل باكس والواي ليبل بواي. فبالتالي يبقى انا كده فعلا نفذت الامر بتاعي، الاوامر بتاعتي كلها في صوره انترفيس او جي يو اي يوضح لك ازاي ان انت مجرد ان انت تضغط على اي بوتون من البوتونز دي هتقدر ان انت تتحكم في الرسمه بتاعتك. بالتالي يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده يا جماعة، اتمنى ان انتوا تكونوا استوعبتوا الجزء ده، وان شاء الله نتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.